الأوان أن تضوي إلى عشك، وأنا لمحبي تغاريدك أن يبحثوا عن عشاش يستقر فيها حزن قلوبهم على رحيلك. رحل أبو بكر سالم إذن، رحل من صعد إلى أعلى قمة السلم الموسيقي من أول أغنية له، وبرحيله سقط الوتر الأهم في آلة العود اليمنية، وسقطت معه أوتار الآلات حزنا، واشتد وجع النايات نحيبة. قرابة نصف قرن وقلبه ينبض بالموسيقى، إلى أن أوقف هذا القلب مرض أقعده خلال العشر السنوات الأخيرة، ليرحل على إثره إلى رحمة ربه عن عمر ناهز 78 عاما. ولد أبو بكر سالم بلفقي في مدينة تريم في حضرموت عام 1939 من أسرة آل بلفقي المعروفة، وتلقى تعليمه الأول في مدينة تريم، وقد أظهر منذ بداية حياته تفوقا في علوم اللغة العربية والشعر، وظهرت مواهبه الفنية منذ صباه. غادر أبو بكر تريم في مقتبل شبابه ليستقر في عدن في الخمسينيات، وهناك تعرف على الكثير من شعرائها وفنانيها من أمثال الشاعر لطفي جعفر أمان والفنان أحمد بن أحمد قاسم ومحمد سعد عبد الله والمرشدي. والمال هلا نقش عليا بأحزان. لم يكن أبو بكر سالم مجرد فنان فقط، فقد كان أديبا مطلعا وشاعرا ملحنا أيضا. تميز بقدرته العالية على التنقل بين المقامات الغنائية، وعرف عنه تعدد طبقاته بين القرار والجواب، كما عرف عنه حبه الكبير للنغم، فكان أولا من أسس مدرسة للموسيقى في حضرموت، ومن حبه للموسيقى سمى ابنتيه أنغام وألحان. كان أبو بكر سالم الصوت الذي عبر الوطن العربي من محيطه إلى خليجه، حاملاً في نبرته نكهة الفن اليمني الأصيل المتنوع ما بين الفن العدني والحضرمي والصنعاني، صوت عبر التضاريس الوعرة بسهولة وانسيابة نهر النيل وعذوبة ماء الفرات وصفاء ساحل المكلف، ووصل إلى أسماع الوادي والصحراء، الريف والمدينة، السهل والجبل. رحل الفنان الذي غنى أم اليمن ليبكي رحيله كل أبنائها، يبكونه لأنه عندما تجاوز الجغرافيا لم يتنكر لجذوره كشجرة طيبة فرعها مثمر في الوطن العربي وأصلها ثابت في اليمن.